مشاهدينا عدنا مرة ثانية، والحقيقة الواحد بيفرح بشدة لما يكون ولادنا وتحديدا اسكندرية تحصل على مركز أول على مستوى الجمهورية في كرة القدم وفي المعاهد. يعني كل الشكر لوزير التعليم العالي وأيضا وزير الشباب والرياضة على هذا الجهد وحصول مركز أول معهد سياحة وفنادق. كابتن أمجد مدير رعاية الشباب نورتنا. أهلا وسهلا بك. أهلا يا أستاذ شامي، مش كده؟ ياسين أهلا، كابتن الفريق. ايه الكؤوس دي كلها؟ الحمد لله متعودين. متعودين من اولها كده كابتن. قولي يا كابتن امجد بقى، التدريب هما في سنه كام اساسا؟ ياسين في الرابعه والشامي في الرابعه. ده انت بقى لك سنوات يعني. هو معايا من سنه اولى، ياسين والشامي معايا من سنه اولى. قولي بقى كابتن، انتوا كان مسابقات التصفيات كانت فين وفين وفين؟ احنا بدانا على مستوى قطاع غرب الدلتا اللي هي اسكندريه والبحيره ومرسى مطروح، خدنا اول عليهم الحمد لله. عاملين دورة اسمها دورة صداقة، احنا اللي منظمينها كالمعهد العالي للسياحة فنادق السيوف. احنا اللي منظمها للمعاهد دي كلها، مش في لعبة كرة القدم بس، لا في 11 لعبة كمان طلبة وطلبات. خدنا اول في كرة القدم، سافرنا جمهورية فخدنا اول على 9 مناطق، 9 مناطق متقسمة، الجمهورية متقسمة 9 مناطق، فاحنا خدنا اول على 249 معهد يعتبر. 249 معهد، رجعتوا بقى مبسوطين اكيد جدا والحمد لله. الفرق كانت نص نص ولا ايه الموضوع؟ 249 معهد ده قصه يعني. ها طبعا مش كده. قول لي بقى موقعك فين يا شامي في اللعب؟ باك رايت، نص ملعب، ساعات كابتن امجد يلعبني مساك. قولي بقى، عايز اسالك ما بتشوف صلاح يحصل ايه؟ لا ده فخر لينا كلنا. طبعا صلاح اما كان في سنك كان فين؟ اما كان في سني كان فين؟ كان في المقاولين. في المقاولين. وانت مش ناوي على انك انت تنضم الأندية او ما بتحاولش في الكشافين، ما بتحاولش تتعرض لهم او حاجه؟ هو ربنا بقى اللي يكرم بقى، هي ارزاق طبعا، احنا بنعمل اللي علينا ولعب بقى. طبعا كابتن ياسين لعبت فين قبل كده؟ انا بدات في نادي في الحضره اسمه نادي الشباب الحضره، بعد كده انا انتقلت لنادي اصحاب الجهاد. كده انتقلت لحرس الحدود، ومؤخرا انتقلت بقى لنادي درجه ثالثه في مطروح. دي كده لسه منتقل برضو نادي الطرام اخر حاجه، بس عشان برضو انا كنت الحمد لله كنت في نادي حرس الحدود خلاص، كنت هتروح الفريق الاول، كنت يعني كان ربنا هيكرمني، بس الحمد لله حصلت لي اصابه وعملت عمليه وقعدت بقى فتره في البيت، فالحمد لله وبدات ارجع الحمد لله، ربنا كرمنا اول ما رجعت الحمد لله اخذنا المركز. الف مبروك. قولي كابتن، ايه عندكم تاني من المسابقات غير كرة القدم؟ علشان كرة القدم كده انا شايفة انها اكلة عقل الناس كلها في المعاهد والكليات والمدارس وكل حتة. فعلا. لا بس احنا الحمد لله يعني ماشيين بالتوازي مع كل الانشطة. يعني عندنا مسابقة قرآن كريم ان شاء الله الاسبوع الجاي على مستوى اسكندرية، عندنا يوم الخميس الجاي بطولة مسابقة ابداع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية استاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان شاء الله هتبقى يوم الخميس. دي بننافس جامعات فيها الحمد لله كمعهد، بننافس جامعات، واحنا الحمد لله يعني لنا فكر في المعهد بنحاول نطبقه في كل الالعاب وفي كل الانشطه، اللي هي لازم احنا نسمع للشباب، نحتويهم، نقدرهم، لان الشباب دي طاقات جامده جدا جدا، لو احنا وجهناها صح احنا كسبانين. وبناخد منهم افكار جميله جدا. يعني الشباب في مثلا نقول لك لا احنا اللي نوجههم واحنا اللي نقول لهم يعملوا ايه، لا ساعات بناخد افكار من الشباب بصراحه بتبقى حاجه جميله جدا. يعني هاني ما تشوف لنا الصور يا هاني اللي كانت معانا، عايزين نشوف. قولوا لي بقى المباراه الاخرانيه كان ايه شعوركم؟ طبعا الحمد لله ربنا كرمنا، يعني احنا كنا مركزين ان احنا ناخد البطوله عشان السنه اللي فاتت برضه كنا في المركز اول وسافرنا، بس ما حصلش نصيب وطلعنا من بدايه البطوله ما كملناش. السنه دي كنا واخدين قرار ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطوله، الحمد لله ربنا كرمنا وكنا مركزين عشان كده فرحنا يعني الحمد لله. الفريق بتاعكم 16؟ 16. ليه اخترت كابتن امجد لما الاستاذه كلمتك منى اخترت ياسين وشامي؟ هل هم مثلا ادوا بشكل مختلف؟ لا هو بصراحه كل المجموعه حتى معنا ناس من سنه اولى وكده كانوا جمال جدا وكانوا على قد المسؤوليه، بس ياسين وشامي معايا من سنه اولى.
فكان لازم تكرمهم قبل ما يتخرجوا. هم يعتبروا كابتن الفرقه ومسؤولين عن تجميعهم واختباراتهم، لان احنا مش الفرقه، هم ال11 او لا، احنا الفرقه بتبقى اكبر من كده، وبنبدا نختار منهم ننتقي العناصر اللي هي كويسه وبنبدا ناخدها نعمل لها اعداد، بتسافر بتشارك في بطوله الجمهوريه، والحمد لله هم معودونهم كلهم ان المجموعه كلها واحد، ما عنديش فرق بين ده او ده، بس حبيت اجيبهم عشان تكلم. لا طبعا عشان خلاص خلاص هم ماشيين بقى سنه رابعه يعني. قولوا انتوا عارفين ان اي لاعب كوره الشهاده دي بتبقى حاجه مختلفه تماما في الحياه. هو بيوصل وكل حاجه بقى معاه فلوس، لكن الشهاده دي بتشكل له اشياء كثيره جدا. اخدين بالكم الحكايه دي ولا؟ طبعا طبعا. يعني انتوا عشان كده كنتوا حريصين وما جريتوش ورا ان انتوا تلعبوا بس؟ طبعا. يعني انا بعتقد انها بتغير حتى الافاق، بتغير الفكر، بتغير اسلوب التعامل مع حكم، مع اي حد. انتوا مش شايفين الحكايه دي؟ لا اكيد طبعا، احنا مركزين عشان الحاجات دي بتبقى بعد كده فيما بعد ان شاء الله. طبعا تنفعك انت واولادك وكل حاجه من الحاجات دي اكيد طبعا، عشان بعد كده اولادنا ان شاء الله لما ربنا يكرمنا يقلدونا ويبقوا افتخرين ان احنا عملنا حاجه كويسه واحنا في سن صغير. ان شاء الله يا ياسين. كابتن قول لي بقى انت بتعمل ايه عشان تعرف ان في منهم ينفع ولا؟ هل بتعمل اختبار مثلا للدفعه، ولا من اول ما بيجوا في سنه اولى تقول لهم النهارده دول هيبقوا معانا دول مش هيبقوا معانا؟ لا بنعمل اعلان طبعا، وبيجي الطالب يتقدم، اي طالب من حقه يتقدم، بناخدهم ونعمل لهم اختبارات في مركز شباب السيوف مثلا، نادي اي حاجه بناخدها مثلا للمعهد، وبنعمل لهم اختبارات، والعناصر الكويسه بناخدها معانا على طول. وبرده في حضرتك برده بالنسبه لكره قدم نساء في طالبات عندنا واخدين مراكز الحمد لله، وفيها برده دوره صداقه فيها بطولات قدم طالبات، وما شاء الله برده بيروحوا الجمهوريه وبيجيبوا مراكز الحمد لله. طيب قول لي، خليني اسال حضرتك كمان عن جزئيه مهمه جدا. هل لما بيجوا يلعبوا او بيجوا يختاروا اللعبه، هو الفوز فقط ولا ممارسه النشاط في حد ذاته هو من يخلق التنافسيه ويقدروا انه يؤدوا؟ لا احنا دورنا، احنا مش نادي، احنا مؤسسه تعليميه، دورها ان احنا الطالب يمارس النشاط اللي بيحبه. احنا بنتوجه بس كده وبنشترك في بطولات. ربنا كرم فوزنا، ما فوزناش خلاص ما فيش مشكله. وبرده حضرتك قلت نقطه مهمه جدا اللي هي حته الشهاده. طبعا احنا عندنا من ضمن الخريجين اللي عندنا كابتن اسلام الشاطر، النهارده ما شاء الله يعني يعتبر مدير احد البرامج في النادي الاهلي وخريج عندنا، حكم الدولي احمد جمال، وهم بكلمهم لا الشهاده فرقت معاهم كتير جدا جدا جدا. لان ما ينفعش يبقى حكم دولي ويبقى مؤهل متوسط او كده، لا مؤهل عالي، فدي نفعتهم الحمد لله. وكمان هم حاولوا يدخلوا اولادهم فيما بعد مدارس او حضانات او كده، لازم الشهاده بقت حاجه مهمه جدا، فكونهم انهم يفكروا في هذه المساله برافو عليهم. يعني خليني اقول لحضرتك، لما بيكون بقى في مباريات زي مباريات المنتخب، هل بتجمعهم وتتفرجوا مع بعض ويبقى فيه مش نقد طبعا لان هم الفريق الاول برضو، لكن بيبقى لكم وجهه نظر؟ لا كتجميع ان احنا مع بعض عشان يبقى كل واحد مثلا بيبقى في نادي او حاجه زي كده ما بتبقاش قوي، بس احنا تاني مثلا يوم لو في احنا تجميع ولا حاجه بنقعد نتكلم بقى، في بقى الاهلاوي بيحب الاهلي والزمالك يحب الزمالك، فمنتخب مصر طبعا. ياسين اهلاوي ولا زمالكاوي؟ انا اتحاداوي. الله الله الله، سيد البلد بصراحه. انا كمان زيك، الاتحاد سيد البلد فعلا. يعني انت لا اهلاوي ولا اتحاد ولا زمالكاوي بجد؟ بلد بنشجعه ونادي التعادل. برافو عليك والله، الاتحاد سيد البلد. ايوه. طيب وانت يا شامي؟ شامي اسماعيلاوي. اسماعيلاوي اشمعنى؟ جدي ايه الفكره؟ جدي وابويا هم كده فطلعت كده. يعني مساله وراثه. طبعا مساله وراثه ان انتوا بالفعل، مش مساله هوايه يعني. يعني ولا واحد فيكم لا اهلي ولا زمالك، والله ريحتوا نفسكم ريحتوا نفسكم. لكن لو حلمك تلعب لمين؟ انا والله يعني اللي يجيبه ربنا كله كويس. يعني الواحد مش مركز في حاجه، واحد مثلا مركز في انه الهدف الواحد يبقى يجتهد وخطوه خطوه، يعني زي اللي ربنا كاتبه كله خير يعني. وانت يا شامي؟ نفس النظام برضه، يعني مش عايز الاهلي والزمالك
والسباق المحموم اللي احنا بنشوفه لا والله ان ربنا يكرم بيه احنا راضيين بيه طبعا. كابتن خليني برضو اتكلم عن باقي الانشطه الثقافيه الفكريه. مثلا ما ينفعش ان يبقى في موضوع في موضوع الساعه وتتناقشوا فيه يعني ندوات مباشره مع حد من القدوه من الناس المسؤولين، يبقى في جسر ممتد ما بين الشباب وما بين المسؤولين. لا احنا تملي بنعمل ندوات ومثلا ندوات سياحيه عن السياحه كمقصد مثلا دولي او مقصد عربي بالنسبه لكده، وبنجيب اساتذه كبار من جامعه اسكندريه ومن مرشدين مثلا على مستوى الجمهوريه عالميين، بنجيبهم يتكلموا الطلبه عندنا. عندنا بكره ان شاء الله رحله علميه لمعالم اسكندريه، دي هتبقى المفروض الطالب بيدرس الكلام ده نظري، لا ده احنا مودينه يدرسه عملي كمان ويشوف الحاجه دي، بحيث لما استاذ الدكتور بتاعه رئيس القسم مثلا يكلمه على حاجه بكره رحله بكره فعلا على طول يعني يكلمه على حاجه يبقى الطالب درسها. فاحنا بنربط دي فدي رحلات علميه ثقافيه، بنسكر الطالب بتاعنا بنوديه ندوات ثقافيه في دوري المعلومات على مستوى الجمهوريه برضو مشتركين فيه، في القصة في الإلقاء في الشعر، الكلام ده كله الحمد لله بالتوازي مع الأنشطة الرياضية والفنية ماشيين فيه كويس جدا جدا وبنحقق مراكز فيه متقدمة جدا الحمد لله. كان في اهتمام يمكن جيلنا يعني لما كنا نقول معسكر أو مصيف الشباب الخاص بالجامعة كنا بقى في منتهى السعادة رغم بساطته وكل حاجة، هل في إمكانية في الفترة القادمة على ما سمعت إن يكون في مصيف بلطيم للمعاهد ويكون في بالفعل الشباب بيبقى حلمهم إنهم يتجمعوا مع بعض في الصيف ويروحوا يصيفوا ويشوفوا الدنيا شكلها إيه؟ إحنا فعلا كنا حضرتك 3 سنين دلوقتي ما فيش عندنا حاجة اسمها معسكر بلطيم، فالحمد لله أستاذ أحمد المحسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأستاذ أحمد فرج وكيل الوزارة الحمد لله وزارة التعليم العالي طبعا شكرا مجهود كبير جدا ليهم إن هم الحمد لله قدروا إن هم يرجعوا معسكر بلطيم تاني، وإن شاء الله أول فوق 15/7 مشتركين فيه بقى بفوجين للطلبة بتاعتنا، بتبقى بمبلغ رمزي 50 جنيه، بتبقى شاملة كل حاجة انتقال الطالب وتغذيته وكل حاجة يعني. فدي حاجة كويسة رجعت تاني، وبيبقى المعسكر ده من داخله أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، بيبقى معسكر شامل يعني. وانتوا بقى بتحبوا متهيأليش حضرتوا ولا دفعة؟ حضرت لكن ناويين السنة دي إن شاء الله. أنا حضرت مع كابتن أمجد. حضرت رحت بلطيم مع كابتن، كنت مبسوط طبعا ونفسي تتكرر تاني فعلا ان شاء الله تتكرر. كورونا كانت عامله لنا ازمات كتيره وانشطه متوقفه على الرغم ان انتوا ما توقفتوش، الحقيقه الانشطه كانت متواجده. خليني برضو قبل ما انهي ان انتوا تقولوا كلمات وانتوا بتلعبوا في الرياضه وبتشتغلوا في الكوره وكده، ايه اللي تحبوا توجهوه؟ لا احنا نوجهه للناس ان الرياضه دي اهم حاجه للبني ادم لشخصه، يعني ان هو بيحافظ على صحته بيحافظ على نفسه، فهو بيهتم بالرياضه دي لنفسه مش لحاجه غير. اللي بقى لو حد تاني عنده هدف بيلعب رياضه معينه يكمل فيها بحيث ان هو اما لا قدر الله مثلا ما وفقش يبقى عمل اللي عليه، لكن لو ما فيش حد بيتعب وبيجتهد ربنا ما بيكرمهوش. في ناس بتقول ان الاختيارات في الانديه الكبرى وبالواسطه، لا هو ممكن واحنا صغيرين يحصل كده بالواسطه ممكن يحصل كده، ده بيحصل ده العادي فعلا. لكن فوق وانت لما بتكبر بقى بيبقى باين بقى ان كل واحد موهبته باينه وكل واحد يعني في التلفزيون الناس بتبقى شايفه ده يعرف يلعب ولا لا، فاكيد عمر ما حد وهو كبير هيقدر يتاخد بالواسطه، فهي بتبقى في مرحله معينه وبس. في احد اللاعبين في اخر مباراه في المنتخب متهيألي كانت مع كاميرون تقريبا، في لاعب السنغال لا قبل الاخير كاميرون في لاعب نزلوا الحق المدرب 5 دقايق ورجعه محمد شريف. ايوه لو انت مكانه لا يا دي حاجه تزعل، بس هو دلوقتي بيمثل بلد ويعني هو في مهمه وطنيه فهو غصب عنه لازم يبقى رد فعله يعني كان هادي جدا وانا شفته بيعيط الحقيقه على الموقف يعني ما شاء الله واستحمل الموقف وعداه عادي، فدي حاجه تحسب له اكيد، لكن اي حد مكانه في حته ثانيه بره كان ممكن يبقى رد فعله غير كده خالص فعلا اكيد بتعمل كده يا شامي لو كابتن امجد او المدير الفني بتاعكم طلعكم تعترض؟ لا طبعا بجد لا انا بقى بطلع كل ماتش والله بصي هو الراجل بيسخن انا عارف انا رايح فين بجد اخر ماتش والله
وما بتعترض. لا 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 كلنا واحد ما بتفرقش. اما تنزل حد وتطلع حد كابتن ما بيبقاش في مشكله. لا ما عنديش النقطه دي خالص. انا عندي اللي بره زي اللي جوه بالظبط بالنسبه للملعب وهم متعودين على كده. لان لازم 16 هم بيمثلوا واحد هم حتى اللي خارج من الملعب حتى ياسين لما بغير ولا حاجه بيغير. ياسين ده الكابتن بقى كابتن. لا عادي بغيره مفيش مشكله بس بيطلع برضو اجي ابص الاقيه غير لبس تيشرت تاني عشان ما يبقاش نفس لون فريقه يقف معايا بيساعد معايا في زمايله. فدي الروح اللي بينهم وبين بعض الحمد لله اللي احنا وصلنا لها. طب وداخليا بتبقى زعلان يا ياسين؟ لا اكيد احنا عارفين احنا دلوقتي مثلا في حاجه محتاجه الكابتن في الملعب بتاع فاحنا بنساعد بعض مش اكتر. معنا الموضوع مش موضوع اللي هو لعب. احنا مش رايحين لو على لعب وخلاص احنا اكيد مش هننجح. صح. اي حد يلعب مكان نحن مش انا يا ياسين. حلوه قوي انك انت نحن ديت بتنجح. انا الانيه ديت بتبقى صعبه جدا. قول لي يا كابتن النصيحه اللي بتقولها للشباب اللي بيشوفوك وطول النهار ناقمين وانا كلنا الغلاء شوينا وكوينا وظروف الاقتصاديه مضايقانا بس انا بشوف نظره تشاؤميه على السوشيال ميديا بشكل غير عادي. تقول لهم ايه؟ اقول له اشتغل. اشتغل على نفسك. لا واشتغل اتعب اشتغل تتضايق اشتغل. عايز تبقى هيقول لك مش لاقي اشتغل لازم يدور ولازم يجيب. ما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل. ده من وجهه نظري. لا في شغل وان انت تدور هتلاقي وربنا يكرمك وطول ما انت بتسعى هتلاقي ربنا يكرمك بشغل. واشتغل ما تشرط مثلا تشتغل حاجه اللي انت حاببها. لا اشتغل اي حاجه لحد ما تشتغل الحاجه اللي انت حاببها في يوم من الايام. بس ابدا اشتغل ما تقعدش في البيت. لان تقعد في البيت خلاص هتبقى مقيم في البيت مش هتعرف تتغير. الا انت خلاص خدت على البيت. وانت يا شامي تقول لهم ايه؟ مش يشتغلوا على نفسهم شويه؟ طبعا يعني مهم قوي. يعني انت بتتدرب كام ساعه؟ والله يعني ممكن في اليوم ساعتين كده. ساعتين لازم. لازم. سويدي ولا كوره؟ كوره. تلعب فين بقى؟ بلعب. بتتدرب فين؟ بتدرب في مكشف السيوف. اي حاجه تكون قريبه من البيت عندي. وانت يا ياسين؟ انا اتمرن في النادي عادي كل يوم عادي. لو ممكن مثلا لو انا دلوقتي فاضي ممكن اروح الجيم اتمرن. يعني مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. المهم ان انا ما اقعدش في البيت خالص. المهم ان انا اكون التمرينه دي بتفرق. ايوه اكيد بتفرق. يعني على الاقل لياقة. على جسمي انا يعني مثلا بحاول احافظ على جسمي على قد ما اقدر. ان انا لو قعدت جسمي وزني هيزيد. وانا الوزن لما يبقى زياده مش هقدر العب. مش هقدر العب كويس. لازم ابقى احافظ على جسمي عشان اقدر العب كويس. الحقيقه انا فخوره بيكم جدا لان انتوا الحقيقه اخلاقكم عاليه كمان. يعني ربنا يحافظ عليكم وتفضلوا كده طول الوقت. الكره دي بتخبل اللعيب يعني بتخليه عنده غرور واشياء كتيره جدا. فلما يكون في توازن نفسي مهم جدا. نجاح شيء كويس. اديكم شايفين صلاح بيسعد باخلاقه. يعني احنا كلنا بنقول ده فخر العرب من اخلاقه. اخيرا يا كابتن امجد انا بشكرك جدا. جهد مشكور غير عادي ان اسكندريه تحصل على المركز الاول على الجمهوريه. حاجه اكيد ده ما جاش من فراغ جه من جهد كتير. يعني والله شكر لاداره المعهد. عندنا اداره واعيه جدا جدا وبتهتم بالشباب وانشطتهم. بوجه لهم كل الشكر والتحيه. استاذ دكتور ابراهيم العزازي والاستاذ دكتور مدحت الديب طبعا بامانه فعلا يعني في ظهرنا جامد وبيشاركوا معانا في كل الانشطه لان هم شايفين ان الشباب زي الفل. الحمد لله. وده دور الحقيقه. نورتوني وشرفتوني وشكرا يا كابتن على كل جهدك. شكرا. يا باقي استر لنا الباقي فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي امل صبري.